السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وباحوال جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي سلمى بيوتي. المهم اليوم صايبت ميني همبرغر وبغيت نشاركه معكم. كيجيو لذاذ في المذاق وكذلك في الشكل، كيجيو زوينين. كنتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. المهم البنات، غنبداو دابا بالعجين. كنحتاج لكاس ديال الماء دافي، جوج كيسان ديال الحليب، كنعبر بالكاس ديال العنبه، نص كاس ديال الزيت نباتي، بياض بيضه، ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، والملح على حسب الذوق، وكذلك كنحتاجو الدقيق. ناخذ البنات اناء وكنديروا الحليب. اول حاجه كناخذوا الماء دافي، كنديروا فيه معلقه كبيره ديال الخميره، كنخليوه حتى كيذوب لينا الخميره في الماء. صافي، كنكبوا جوج كيسان ديال الحليب، كنزيد نص كاس ديال الزيت نباتي، وكنزيد بياض بيضه، كذلك سكر سنيده والملحه. وكنخلط مزيان. صافي، وكنزيد الماء والخميره اللي خليناها حتى ذابت في الماء. صافي البنات، وكنبقاو نزيدو في الدقيق تدريجيا حتى كتجمع لينا العجين. ما كنقصحوش العجين بزاف، يعني كنخليوها مرخوفه شويه. صافي، وكندلكوها مزيان. المهم البنات، من بعد ما كنجمعوا العجين كتجينا مرخوفه على هذا الشكل. صافي، وكندلكوها مزيان. صافي البنات، من بعد ما كدلك لينا العجينه مزيان، كنخليوها تسرح لينا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. صافي، وكنبداو نديروا الكريات ديالنا. صافي، ومن بعد ما كتسرح لينا العجين ديالنا، كيتضاعف الحجم ديالها، كنبداو نكوروا على هذا الشكل، كندير كريات صغيورين. صافي، وكنبدا نحط في اللاطه، كنبقى على الطريقه حتى كنكمل العجين ديالنا كامل. صافي البنات، من بعد ما كنكمل الكريات ديالنا كيجيو على هذا الشكل. صافي البنات، وكناخذوا صفار ديال البيضه وكنزيدوا عليها القليل ديال الخل، وكنخلطوها مزيان، وكندهنوا بها الخبيزات ديالنا. ومن بعد ما كندهنوهم بالصفر ديال البيض، كناخذوا شويه ديال الججلان وكنديروهم للفوق. صافي، وغادي ندخلوهم يطيبوا لينا.
بعد ما كندخلهم يطيبوا كناخذوا الكفته كنطيبوها، كندير فيها غير شويه ديال الملحه والبزار وشويه ديال التحميره وكنديروها طيب لينا. ومن بعد ما كطيب كنزيدوا عليها الفرماج كاري صافي. ومن بعد ما كطيب كنطفي البوطه وكنزيد الفرماج كاري وكنغطي باش كيذوب لينا داك الفرماج فوق الكفته. دابا غادي نعمر الخبيزات ديالنا الميني هامبرغر. كناخذوا البصله كنشحروها في شويه ديال الزيت والملح والبزار، وعندنا الخس وشويه ديال المطيشه، وهادو هما الخبيزات ديالنا من بعد ما كيطيبوا لينا صافي. وعندي هنايا في هاد لاصوص درت معلقه ديال المايونيز كبيره ومعلقه صغيره ديال الموطار ومعلقه ديال الهريسه صغيره صافي. وكنحتاجوا الكفته اللي درنا طيبناها والزيتون كحل للتزيين صافي. البنات هادشي اللي عندي. كناخذوا الخبيزات ديالنا كنفتحوهم كيجيو على هاد الشكل من الوسط. صافي وكناخذوا دابا الخبيزات كنديروا فيهم شويه ديال لاصوص اللي صايبنا. بالنسبه للوليدات الصغار يعني الا كان عندكم الوليدات الصغار بلا ما نديروا الحرور، يعني في بلاصه الحرور نديروا الكيتشوب صافي. كندير لاصوص وكنزيد عليه الخس مطيشه، يعني كنديروا غير شويه شويه، وشويه ديال البصله اللي شحرتها صافي. وكندير الكفته فخوماج وكنسد الميني هامبرغر ديالنا وكناخذ صافي كيجيو على هذا الشكل. وكناخذ الكيغدون وكنديرو باش كتجمع لينا الخبيزه ديالنا صافي. وكنديرو نزوقو بزيتونه، وهذا هو الشائي ديال الخبيزه ديالنا كيجيو على هذا الشكل. صافي البنات وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني هامبرغر ديالنا، كيجي على هذا الشكل، كيجي لذيذ في المذاق وكذلك في الشكل كيجي زوين. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وكنشكركم على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.